نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. معلش نسيت في وسط الكلام ان انا اقول تشكيل النادي الاهلي. تشكيل النادي الاهلي هو تشكيل المباراه الاولانيه اللي هي كانت بين النادي الاهلي واتحاد جده، ولكن هنقوله مره ثانيه. محمد الشناوي اللي حراس المرمى، رباعي خط الظهر هيبقى محمد هاني ظهير ايمن وعلي معلول ظهير ايسر، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم قلبي دفاع، وثلاثي خط الوسط مروان عطيه، احمد نبيل كوكا، امام عاشور، وثلاثي المقدمه حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود كهربا. مره ثانيه، محمد الشناوي لحراس المرمى، رباعي خط الظهر محمد هاني ظهير ايمن علي معلول ظهير ايسر، قلبي الدفاع ياسر ومنعم، وثلاثي خط الوسط مروان عطيه، كوكا، وامام عاشور، وثلاثي المقدمه بيرسي تاو، حسين الشحات، ومحمود كهربا. كل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي ان شاء الله الابطال في احراز الميداليه الذهبيه النهارده. خلينا اكلم حضراتكم على موضوع الاحباط، والناس اللي مش قادره تعمل زيك بتحاول تختلق للاهلي المشاكل. هو اصلا ما فيش مشاكل. وبمناسبه المشاكل، عشان بس في البعض بيروح لحتت بعيده، احنا بنقدر كل الناس وبنقدر جماهير النادي الاهلي جدا 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 جدا، وجماهير النادي الاهلي دي بعد ربنا صاحبه فضل علينا كبير قوي 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 قوي. من حق كل واحد يقول رايه في جو من الاحترام، مفيش مشكله، قول رايك زي ما انت عايز. ده بيعمل حاجه غلط، ده ما بيعملش حاجه غلط، ده صح، ده من حقك تقول رايك. ومن حقنا في بعض الاحيان ان احنا نقول راينا برضه. ممكن على فكره ممكن تختلف وجهات النظر بيننا وبين بعض، بيننا وبين بعض في الاستوديو، وبيننا وبين بعض في الجماهير، ولكن كل اللي بيجمعنا في الاخر مصلحه واحده بس، مصلحه النادي الاهلي وحب النادي الاهلي، حب الكيان نفسه. لان احنا كلنا حتى لما بنيجي ننتقد او بنتكلم فني او حتى الجماهير لما بتبقى زعلانه وغضبها بيطلع، وساعات احيانا بتلاقي ناس بتغلط او ناس بتخطئ، مش عايز اقول بتغلط، جماهير النادي الاهلي ما بتغلطش، بتخطئ شويه من زعلها، من انها حاسه ان لا اللعيبه دي كان ممكن تعمل افضل من كده، النادي الاهلي احسن من كده، عشان كده احنا عايزين النادي الاهلي في افضل حال. ولكن ما عندناش في النادي الاهلي بعض الكلام اللي اتقال اليومين اللي فاتوا. بعض الناس قالت ان مش عارف بعض النجوم بيتكلموا على الجهاز الفني، بعض النجوم بيتكلموا على مش عارف، لا خالص خالص. احنا كل الدعم والمسانده والتأييد لمجلس ادارتنا بقياده الكابتن محمود الخطيب، كل الدعم والمسانده للجهاز الفني بقياده مستر كولر، ومش للجهاز الفني بس، كل الاجهزه الفنيه في النادي الاهلي، كل الاجهزه الفنيه ليها كل الدعم والتأييد والمسانده. ممكن تقول وجهه نظرك، ممكن تختلف وجهات النظر، تحتمل الصواب والخطا، ممكن واحد يقول وجهه نظره وابقى مخطئ، بس دي وجهه نظري بس بنقولها بكل احترام بكل ادب. ولكن في الاخر خالص احنا حتى هنا في الاستوديو التحليلي نجومنا الكبار لما بيتكلم كل واحد من وجهه نظره بيقولوا حاجه واحده في الاخر، ان المدير الفني ادرى واحد بحاله لعيبته. احنا هنا قاعدين حاطين رجل على رجل، قاعدين على الكراسي، قاعدين في التكييف، كل واحد بيقول من وجهه نظره، وكل واحد ليه الحق ان يقول وجهه نظره في جو من الاحترام والادب. مفيش حد بيتخطى ابدا، عمرنا ما اتعلمنا كده في النادي الاهلي. النادي الاهلي مبادئ وقيم كله ماشي عليها، اللي بيحد او اللي بيبعد شويه ما بتلاقوش ليه مكان في النادي الاهلي. النادي الاهلي حاجه تانية خالص. وانا اقسم بالله العظيم انا هنا بقالي 3 سنين تقريبا وثلاث اربع شهور، عمر ما جه حد من مجلس الاداره ولا الكابتن محمود الخطيب حتى اتصل بيا وقال لي قول كذا او ما تقولش كذا، ما حصلتش. ولا في القناه نفسها، ما حصلتش. فاحنا اسره واحده في النادي الاهلي. حتى جماهيرنا من حقها تزعل، من حقها تغضب، من حقها تعبر عن اللي جواها، ولكن في الاخر خالص اللي بيربطنا حب الكيان ومصلحه النادي الاهلي. اللي بيربطنا كلنا حب الكيان ومصلحه النادي الاهلي. انا عارف ان في بعض الجماهير من كتر حبها للنادي الاهلي لا عايزه تشوف الاحسن، عايزه تشوف الافضل. حتى نجومنا هنا لما بيجوا يحللوا بيبقوا زعلانين قوي لما بتبقى النتيجه مثلا قريبه مننا وتحصل نتيجه عكسيه. ولكن في النهايه بنقول ايه؟ كل الدعم
والتأييد والمساندة للنادي الأهلي بقيادة مجلس الإدارة بقيادة كابتن محمود الخطيب، وكل الدعم والمساندة والتأييد للجهاز الفني. طالما بنتكلم على الكرة، الجهاز الفني بقيادة مستر كولر والمساعدين ولاعيبة النادي الأهلي. لاعيبة النادي الأهلي اللي تحملوا كتير قوي 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 الثلاث أربع سنين اللي فاتوا. لاعيبة النادي الأهلي اللي برغم المعاناة وبرغم الناس اللي كانت بتقول احنا ما عندناش راس حربة واحنا ما عندناش مش عارف ايه، خدنا الخمس بطولات بتوع السنة اللي فاتت. البداية السنة دي زعلتنا شوية، ولكن احنا برضو مش هنقدر ان احنا نهد المعبد على الموجودين. ده النادي الأهلي، عمرنا كمنتمين للنادي الأهلي، احنا جماهير دلوقتي، نتمنى دايما ان النادي الأهلي يبقى في افضل صورة، يبقى في احسن صورة. عمرنا ما هنهد المعبد، لان لو بصينا، بصوا انا مش هتكلم كتير لان انا مش عايز اقول سيادتي مجروحة. انا دلوقتي من جماهير النادي الأهلي، كنت لعيب في النادي الأهلي وحاسس باللعيبة دي كويس قوي 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 قوي. عشان كده انا دايما في صف اللعيبة، صف الجهاز الفني، صف مجلس الإدارة. اللعيبة دي عانت كتير قوي 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 قوي، زي ما حضراتكم شايفين بتلعب كل يومين ماتش، مرة في الدوري، سافر تروح تلعب في أفريقيا، ترجع على الدوري، تطلع على كأس العالم للأندية كل يومين ماتش، هتطلع النهارده بعد الماتش، بكرة هتسافر ولا بعده هتسافر الإمارات، بعديها بيوم تلعب كأس السوبر المصري. انت بتتكلم على بني آدم، بني آدم مش حجر. ده لو حجر كان تعب، يعني الحجر كان هيتعب. ناديك نادي كبير قوي، لعيبتك لعيبة كبيرة قوي. شوف ناديك لما بيتكلم عنه عظماء العالم، شوف ناديك النادي الأهلي العظيم لما اتكلم عنه جوارديولا قال ايه. شوف امبارح فيليبي ميلو اللي هو قائد فلومينينسي البرازيلي قال لك ايه، قال لك ده الأهلي ده هو ريال مدريد، هو ريال مدريد، ريال مدريد افريقيا، احنا عندنا ريال مدريد في اوروبا، هو الأهلي عالمي، الأهلي ريال مدريد، وغيره 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 من الناس اللي بتتكلم كويس تحسسك فعلا بالفخر ان النادي الأهلي ده ناديك، النادي الأهلي ناديك. وجهات النظر قد تختلف، لا هتختلف، مش هقول قد تختلف او تتفق، هتختلف مع بعض في حاجات كتير، ولكن في الاخر خالص اللي بيجمعنا مصلحة النادي الأهلي، حب النادي الأهلي، ان انا عايز النادي الأهلي يبقى في افضل صورة. ممكن وجهات النظر زي ما بقول لحضراتكم، كل واحد بيطلع وجهه النظر زي ما هو شايفها، ممكن يخطئ اكيد وممكن يصيب، ولكن في النهايه ما بنهاجمش حد. احنا كل اللي احنا عايزينه ان النادي الاهلي يبقى في افضل صوره. انا بتكلم كده على سواء حد هنا من الكباتن الكبار في الاستوديو التحليلي، سواء جمهورنا العظيم اللي بقول لحضراتكم الجمهور النادي الاهلي ده رزق من عند ربنا، والرزق اللي من عند ربنا نعمه من نعم الله علينا. فجمهور نادي الأهلي على عيننا وعلى رأسنا، وليه كل التقدير والاحترام والحب والمودة. وجمهور النادي الأهلي ده مهما عدنا نتكلم عليه، يعني هو صاحب الفضل علينا كلنا، هو زي ما بقول لحضراتكم هو رقم واحد في منظومة النادي الأهلي الناجحة، هي جماهير النادي الأهلي. نروح بقى الماتش.